سمعته السيئة تسبق فعاليته في المعارك، سلاح غير مألوف في الحروب الحديثة، لكن قوته فتاكة ومدمرة. ورغم كل ذلك لم يحرم دولياً، وتم استخدامه بكثافة في حرب فيتنام. إنه سلاح الكلب الكسول، قنبلة أمطرت بها الولايات المتحدة سماء هذه القرى الفيتنامية، وابل من قنابل الكلب الكسول وأنواع أخرى من الذخائر التي لم تنفجر خلال المعارك، وظلت إلى يومنا هذا شبحاً يهدد ويقتل الأطفال في بعض القرى الفيتنامية. قنبلة الكلب الكسول أو ليزي دوغ تسمى أيضاً قنبلة النقطة الحمراء أو قنبلة الكلب الأصفر، وهي عبارة عن قذيفة حركية صغيرة غير موجهة، يبلغ طول الواحدة منها حوالي 44 مليمتراً، وقطرها 13 مليمتراً، ووزنها حوالي 20 جراماً فقط. تم تصميم هذه القنابل ليتم إسقاطها بكميات كبيرة من الطائرة، وعند ارتطامها بالأرض تحدث طاقة حركية ضخمة بتأثير مدمر، رغم أنها لا تحتوي على أي شحنات متفجرة. والمرعب في الأمر هو بقاء بعضها تحت سطح تربة مناطق فيتنامية إلى يومنا هذا، ومنها مقاطعة شينغخوانغ في لاوس، المنطقة الأكثر تعرضاً للقصف الأمريكي خلال حرب فيتنام. فبين عامي 1964 و1973 أسقطت الطائرات الحربية الأمريكية أكثر من 270 مليون ذخيرة عنقودية على منطقة لاوس، ثلثها لم ينفجر حتى الآن، لكن يمكنها أن تكون نشطة، ما يشكل خطراً كارثياً مستمراً على البشر هناك. إذا شعرت أمريكا بالذنب، أريدهم أن يأتوا ويساعدونا في التخلص تماماً من المتفجرات المتبقية في لاوس. ذخائر ليزي دوغ بسيطة ورخيصة نسبياً، ويمكن إسقاطها بأعداد كبيرة في مسار واحد. الولايات المتحدة كانت تريد وقتها قطع وتدمير طرق الإمداد الفيتنامية الشمالية على حلفائها الشيوعيين، لذا ألقت كميات مرعبة من قنابل مختلفة ومتنوعة. بعض وسائل الإعلام وقتها قالت إن الطائرات الأمريكية استخدمت قرى فيتنام كمكب للقنابل، ولكثرة عددها بدأ بعض سكان القرى يستفيدون من معادن تلك القنابل رغم خطورة الأمر التي تتلخص في هذا المشهد. فهذا الشاب الفيتنامي ويدعى كيك هو واحد من ضحايا إرث القنابل الأمريكية في لاوس. كان ذات يوم يبحث عن الخردة المعدنية لبيعها، لكن قنبلة أمريكية انفجرت فيه بغتة ففقد كلتا يديه. حتى يومنا هذا لا تزال القنابل الأمريكية تقتل في لاوس، هناك أكثر من 20,000 شخص بين قتيل وجريح منذ توقف القصف. الإحصائيات تبين أنه بين عامي 2013 و2015 سقط عشرات الضحايا بسبب القنابل غير المنفجرة، 58% منهم كانوا من الأطفال. وضع مأساوي لا تزال تعاني منه هذه القرى الفقيرة رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على هذه الحرب. لذا تسعى السلطات لإزالة الذخائر غير المتفجرة التي خلفتها حرب فيتنام. وفي عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما تم الوعد بمعالجة إرث الحرب في لاوس عبر مزيد من التمويل للمساعدة في إزالة بقايا القنابل، لكن رغم كل ذلك المعاناة لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا.